انقاذ قطه، القطه اللي هي بتاعت كوبري صلاح سالم. القطه دي يعني هي المفروض ان احنا عارفينها اتعلقت في عمود، العمود ده مش واصل بالارض، وهي فضلت حوالي ايام متعلقه ومحدش عارف يوصلها عشان ينقذها. بس في حد من الناس صورها او نزل الصوره على السوشيال ميديا زي ما هي معانا على الشاشه الصوره، وحطها على السوشيال ميديا. طبعا زي ما عارفين ان السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا، زي ما بقى ليها سلبي بقى ليها دور ايجابي. بصوا يا جماعه، الكوبري اصلا ملوش من فوق مخرج ان ممكن حد ينزل يجيب القطه من عليه. ففي فعلا فرق انقاذ للحيوانات تواصلوا مع الاشخاص اللي هم قدروا يروحوا ينقذوا القطه دي، وبالفعل قدروا يدوروا على افكار كتيره ازاي ينقذوها. فحاولوا يوصلوا سلم، لقوا ان السلم قصير جدا انه يوصل الكوبري. ففي حد من الاشخاص اقترح انه ممكن يحطوا زي مصياده ويحطوا لها فيها اكل، والمصياده دي هي اول ما تلقط الاكل اللي فيها يقدروا ياخدوها وينزلوا بيها. وكانت القطه في حاله اعياء شديده تماما، وكانت تعبانه جدا وهي بتتعالج. بس فهي فكره انه ده رحمه. هو لما حد شاف يا جماعه الموضوع راح منزل على طول على السوشيال ميديا الخبر، وقال يا جماعه الحقوا في قطه متعلقه على الكوبري، فهنعمل ايه؟ فالناس ممكن اللي يفكر يقول لك ايه هنعمل ايه يعني قطه يعني على كوبري، لكن الناس تفاعلت جدا مع الموضوع ونزلت الشارع وكلهم وقفوا واتصلوا بقى بالشرطه واللي اتصل كنت عايز اقول ان حاجه يعني كويسه جدا ان قوات الدفاع المدني والشرطه جم علشان يساعدوا طبعا وينقذوا ويساعدوا في انقاذ قطه. قصدي روح برضه بالظبط.